اهلا وسهلا بكم من جديد، مواصلين معكم نفتتح النقاش بلا الحديث على النقطه الاعلاميه لهيئه الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي اللي قدموا فيها معطيات جديده باش نرجعوا عليها باكثر تفاصيل مع الاستاذه ايمان جزاره عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي. مساء الخير، مرحبا بك. شكرا على الدعوه وتحيه لكامل المشاهدين ومشاهدات قناه التاسعه. مرحبا بك استاذه. قبل ما نبداو في التفاصيل خلينا نمشيو تقرير لزميلتنا هاجر جلاسي ونفتح النقاش. بناء عما تم العثور عليه فيما سمي بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية، هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي كشفت أنه قاضي التحقيق قد عثر على وثائق متعلقة بالتنظيم السري لحركة النهضة والمتعلقة أيضا باغتيال الشهيدين. وثائق توضح ارتباطات المدعو مصطفى خضر بعبد العزيز الدغزني، صهر راشد الغنوشي، وبريضة الباروني عضو مجلس شورى النهضة، وبعمر البلعزي المكلف بإخفاء أسلحة الاغتيالين والذي لم يقع إلى حد اليوم توجيه الاتهام له. مصطفى خضر أقر علاقته بحركة النهضة، قاضي تحقيق 12 تأكد له بأن هناك علاقة وطيدة بين البلعزي اللي هو أخفى المسدسين المرتكبة بهم الجرائم، موجود اسمه ضمن قائمة المنحرفين اللي موجودة عند مصطفى خضر، وهو اللي قام بالاعتداء من ضمن المجموعات اللي قامت بالاعتداء على المتظاهرين في 9 أبريل. وبعد ظهور أدلة جديدة في جريمة الاغتيالات، قاضي التحقيق 12 وجه تهمة القتل العمد المصطفى خضر بالإضافة إلى 22 تهمة أخرى متعلقة باغتيال الشهيدين واتهامه بتكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية والاعتداء على أمن الدولة الداخلي. مصطفى خضر اليوم فما معطيات موجودة في الملف القضائي اللي قدمناها من 2 أكتوبر، ولكن الأهم فما معطيات جت من الغرفة، من الوثائق اللي تحجزت في الغرفة. الوثائق اللي تحجزت في الغرفة أثبتت أنه مصطفى خضر كان يدير تنظيم خاص وتنظيم سري وله علاقة بالاغتيالات. هيئة الدفاع صرحت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس غالطت الرأي العام بخصوص فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري، وأن الأبحاث ما زالت في طورها الأول. رضا الرداوي قال أن النيابة العمومية المتمثلة في وكيل الجمهورية بشير العكرمي عملت على إيقاف أي عمل جدي يمكن أن يضر بحركة النهضة، وأن النيابة العمومية تمارس جريمة التستر بإيقاف جميع التسخير والإجراءات اللي كانت تقوم بها وحدة الأبحاث في العوينة. جزء كبير من شكاية منها التنظيم الخاص لحركة النهضة هي موجهة لحركة النهضة، هي شكاية ضد حركة النهضة. وقت بشير العكرمي ما يفتحش فيها بحث وما يحفظهاش، فهو يقدم خدمات ويعمل بإما بقوته يومي لدى حركة النهضة. احنا رأوا النيابة العمومية هي مؤسسة لا تحترم نفسها في القانون، خاطر وقت القانون يعطيها السلطات لابد أن نطبق واحدة منها، ما تجيبش واحدة من رأسها. توجيه التهمة لمصطفى خضر ووجود وثائق تهم علاقاته ببعض الأسماء المتورطة في الاغتيالات تحيل إلى الإقرار بوجود جهاز سري لحركة النهضة وما تم إثباته داخل الغرفة السوداء بوزارة الداخلية واللي وقع التعتيم عليها في السابق. بالتالي هيئة الدفاع اليوم تقرر مقاضاة وزير الداخلية هشام الفوراتي. هيئة الدفاع اليوم تعلن أيضا بأنها بصدد تكوين هيئة أجنبية لاتخاذ إجراءات خارج تونس فيما يتعلق بعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية. الوثائق والمعطيات اليوم اللي تقر بوجودها سري خاص أصبحت وجها لوجه مع هيئة الدفاع والقضاء وإنارة الرأي العام أصبح مطلوب. مرحبا بكم مجددا أستاذة إيمان جزارة. يمكن اليوم المعطى اللي دار أكثر حاجة اليوم بعد النقطة الإعلامية هذه أنه هيئة الدفاع عن الشهيدين تؤكد توجيه تهمة القتل العمد لمصطفى خضر في ملف الشهيد الإبراهيمي. خلينا نستغل حضورك ونفهم منك أكثر تفاصيل، شنو وسيلته مصطفى خضر بكل هذا؟ شكرا. سبق وإحنا قلنا اللي مصطفى خضر هو حلقة من حلقات الجهاز السري التابع لحركة النهضة، وهو جهاز تم إنشاؤه بعد الثورة في حسب المراسلات اللي موجودة مع فرع الإخوان المسلمين بمصر واللي هما أشرفوا على بداية تكوين النواة الأولى في أفريل 2012. الأدوار الموكولة لهذا الجهاز هو التحكم في مفاصل الدولة واختراق الأجهزة الرسمية بغاية التمكين، بغاية عدم التحكم في جميع الأجهزة وعدم المساس بهذا بحركة النهضة. حركة النهضة اليوم شنو هي الأجهزة الرسمية؟
وزارة الداخلية فقط. مثلا فما وزارة الداخلية، فما أيضا المحاكم، الأجهزة القضائية، فما عديد الوزارات الأخرى. هل صحيح أنه شمل الأحزاب السياسية؟ طبعا الاختراق الجهاز التنظيم السري لحركة النهضة شمل الأحزاب السياسية وتحديدا نداء تونس. اليوم راهو كل مقام بيه يتنصتوا عليهم، وإلا ناس يعني مندسين في النداء وهما يعني كيفاش حسب الوثائق؟ حسب الوثائق علاش نعملوا في التوقعات؟ حسب شوف. الوثائق اللي لقيتوها هو حسب الوثائق اللي الوثائق اللي موجوده عند مصطفى خضر شنية فيها معناها فما ما هو حسب هذه النصائح الموجوده عند فرع الاخوان المسلمين بمصر. يقول لك وثائق تتصنف الى ثلاثه مستويات، فما وثائق وتقارير تكون منشوره للعموم، وفما وثائق تكون محدده لقيادي سياسي معين تعطاه باش ينجم ياخذ قرارات معينه، وفما وثائق سريه لاطلاع القياده فقط. هذا ماذا شنو يصير لها؟ قياده النهضه وقياده التنظيم الخاص تقرا وتتلف، تقرا وتتلف، تحرق يعني وتحرق ولها اصل في الجهاز. وين هذه؟ وهذا اللي وين يحرقوها عندهم؟ وين يحرقوها؟ في بآلة الحرق اللي اختفت من الجرجاني، اللي موجودة في مدرسة السياقة نتاع مصطفى خضر، واللي صنعها عبد العزيز الدغزني، اللي تربطه علاقة مساهرة برشد الغنوشي وهو عضو في حركة النهضة. والآلة هذه وين؟ والله هذا سؤال هيئة الدفاع. الآلة ذي وقع اتلافها في وحدة الجرجاني ولم يسأل عنها لا مصطفى خضر ولا عندكم إثباتات في ذلك؟ طبعا هذه شوف احنا كل ما قدمته هيئة الدفاع هي محاضر قضائية ووثائق قضائية، حتى معلومة ما جابتها هيئة الدفاع من نفسها ولا استنتاجها ولا تخمينها. الاختراقات اللي صارت للأحزاب السياسية راي فما تقارير، السيد مصطفى خضر يتعامل مع مخبرين، يتعامل مع مخبرين، فما تسجيلات صوتية هبطت، فما مخبرين أمنيين وفما مخبرين مدنيين يتجسوا على القضاة، قالوا رئيس المحكمة نتاع الاستئناف قاعد نركح فيه، قاعدين يتجسوا على رجال أعمال، فما تقارير، فما من بين التقارير تقارير مخبر متواجد في فرنسا اخترق نداء تونس في فرنسا وعاطي تفاصيل، وهذه المخبرين يخدموا بالفلوس راه يتخلص فيهم حركة النهضة بمقابل، وهذا كله موثق، هذا كله موثق. اليوم احنا عنا بالثابت انه الجهاز هذايا تبناه بمساعدة الإخوان المسلمين بمصر اللي جاوا عملوا دورات تكوينية في الاستخبارات، وفما شعبة في هالبنية التنظيمية هذه هي شعبة الاستخبارات، يعني المصادر متاع الاستخبارات هي مصادر بشرية ومصادر إلكترونية، وهنا المصادر البشرية هي المخبرين، والإلكترونية هي أجهزة التنصت والتصوير، واللي اكتشفنا أنهم قاموا بتصوير عديد الشخصيات العامة وعديد الشخصيات الأمنية حتى في حياتهم الخاصة وغيره. أمام هذا الكم، هذا الكل، هذا الكل ما تفتحش فيه تحقيق، هذا الكل ما تحلش فيه تحقيق. هاو شنو اللي صار؟ مصطفى خضر زمن إيقافه في 19 ديسمبر تحكم بسرقة وثائق تابعة لوزارة الداخلية، والحال أنه الوثائق اللي موجودة في الملف متاعه ماهيش كلها تابعة وزارة الداخلية. ونحبوا نسأله سؤال آخر اليوم، أش تعمل وثائق وزارة الداخلية عند مصطفى خضر؟ شكون اللي عطاها؟ صارت جلسات استنطاق ليه مصطفى خضر؟ نعم صارت جلسات استنطاق، زوز جلسات ومازالت متواصله جلسات الاستنطاق الى حد هذا التاريخ. باش يجاوب على السؤال هذا. شوف هو تهمه القتل العمد اللي توجهت له هي في قضيه الشهيد الابراهيمي، وما مازال ما تسالش على بعض التفاصيل، يعني تسال على علاقته ببعض المعلومات اللي عنده مثلا على ابو بكر الحكيم، على عامر البلعزي. اليوم عامر البلعزي هذا شخص أقر وحده اللي هو أخفى المسدسات اللي تقتلوا بها زوج شهداء. هل ضمن المحجوزات عند مصطفى خضر كان ثم كرتوش؟ نعم ثم كرتوش، ثم كرتوش، والنيابة العمومية لم تحرك ساكنة. هل صحيح أنه نوع الأعيرة هو 762؟ 762 شكون يستعملهم هذا؟ على الأجهزة الأمنية وزير الداخلية أن يجاوب، ماذا بيه هو يجاوب على السؤال هذا، مش هيئة الدفاع. ماذا بيا أن وزير الداخلية اليوم اللي خرج وفي قبة البرلمان وقال ما فماش وثائق معناها وما فماش غرفة سوداء، اليوم المعطيات اللي قدمتها هيئة الدفاع حول الوثائق المحجوزة ووجود الغرفة السوداء أصبحت حقيقة قضائية، واللي يقول خلاف هذا عليه أن يطعن بالزور في المحاضر القضائية. اليوم السيد قاضي التحقيق توجه وحجز وصارت سماعات
في الأيام الفارطة القليلة صارت سماعات لإطارات وأعوان وزارة الداخلية وأكدوا أنه الوثيقة هذه جت بطريقة غير قانونية. كيفاش يتم اختراق معناه وزارة سيادية كيما وزارة الداخلية؟ شكون هم الأطراف اللي يتعاملوا مع الجهاز هذا؟ لمصلحة من؟ هذه كل سؤالات يا أخي. احنا طالبين حاجة مستحيلة كهيئة الدفاع، طالبين فتح بحث تحقيق. سامحني أستاذة، تقول اللي يسمعنا يقول للدرجة هذه معناها النهضة يعني بعبع غول، الناس كل خائفة، وزير الداخلية يخاف، النيابة العمومية تخاف، شنو اللي يعني كيفاش تحبوا الناس تصدقوا أنه النهضة مسيطرة على كل شيء ويقول لك هذا حزب ماشي في الحكم؟ وزير الداخلية مش متاحهم، العدل مش متاحهم، رئيس الحكومة مش متاحهم، كيفاش مسيطرين على الدولة؟ شوف احنا الاختراقات هذه ثابتة بمحاضر قضائية. اليوم فسر لي انت كيفاش يتم وجود وثائق في وزارة الداخلية بدون إذن قانون؟ انتم تتهموا النيابة العمومية انها عاملة بلوكاج، شنو مصلحتها؟ هذا هو التستر على هذا الجهاز وعدم مقاضاة راشد الغنوشي، هو على رأس المشتكى بهم. راشد الغنوشي ورضا البارون. لا، راشد الغنوشي راه مواطن كيفي كيفك. اي ما عندوش حصانه. علاش ما يقعش سماعه؟ علاش؟ على راسه ريشه، علاش ما يقعش سماعه؟ هذا هو احنا متهمينه كهيئه دفاع، هو الراس المدبر وهو رئيس الجهاز السري. احنا كي قلنا جهاز سري راهو هذه تصريحات مصطفى خضر، راهي بالدلائل والاثباتات. فما قوائم تجسس على الامنيين، فما علاقات مع مخابرات ايطاليه. اش معناها السيده؟ فما علاقه، فما تخابر مع جهات اجنبيه، فما تخابر المخابرات الايطاليه والتجسس على الجزائر بخصوص معلومات تهم شركه الغاز الجزائري باش يعطيوها لاصحاب القرار في وزاره الصناعه. هذه القائمه اللي تحكي انه موجود فيها 26 شخص من بينهم قيادات في النهضه وراشد الغنوشي. احنا الشكايه اللي تقدمنا فيها اكثر من 250 صفحه باش خاطر السيد الناطق الرسمي قطب الارهاب يقول احنا ما نحلوش تحقيق على مجرد كلام. راهو نحب نذكره راهو فتح التحقيق ينجم يتم بالإعلامات الشفهية، وهذا يخولوا القانون. وأكثر من ذلك جاتك شكاية فيها 250 صفحة بالأدلة والوثائق والصور. وقت اللي قلنا فما جهاز سري لحركة النهضة قدمنا البنية التنظيمية لهذه الجهاز والأدوار والوثائق وغيرها. وقت اللي قلنا تجسس على الأمن أثبتنا بالوثائق كيفاش تجسسوا على الأمن. وقت اللي قلنا هذم مخترقين الأجهزة الأمنية أثبتنا بالوثائق. على النيابة العمومية اليوم أن تأخذ قرار. النيابة العمومية حلت فقط أبحاث أولية، لم تبحث تحقيق، وإنما فتحت أبحاث أولية في فرقة الأبحاث المتعهدة في الجرائم الإرهابية بالعوينة. وإحنا كهيئة دفاع سبق وأن انتقدنا هذا الموقف، يعني على سبيل الاسترشاد فقط. فقط، وهذا ما يمكنش حصوله في الجنايات. احنا الجرائم اللي ذكرناها في الشكاية هي جنايات، ما يمكنش انك تسترشد على جنايات ببحث اولي. يا اما تحل تحقيق، خلي السيد قاضي التحقيق يبحث فيه. ما تشوفوش اللي انتم تشكوا في جدية النيابة العمومية في مثل هذه القضايا؟ يعني خطيرة جدا والرأي العام الكل قاعد يتبع فيها اول باول. شو ما احنا مش نشكوا، هذه حقيقة، هذا واقع. اتهام مباشر. اي هذا واقع، هذا واقع. احنا قلنا النيابة العمومية اليوم معناها قاعدة كجدار صد أمام فتح تحقيق في هذا الملف اللي تقدمت به الدفاع. احنا رغم انتقادنا لموقفها السلبي توجهنا للعوينة، ومن 5 ديسمبر إلى حد أيامات قليلة معناها 7 جانفي، وإحنا نمشي وندليو في السماعات متاعنا ونقدمه في المعطيات وبالأدلة وبالصور وبالوثائق. واليوم باقي النيابه اليوم تسترشد. وقت اللي يتحجز كرتوش عند مصطفى خضر مازلت انت تسترشد؟ وقت اللي السيد قاضي التحقيق اليوم يعاين وجود غرفه ووثائق دخلت بطريقه غير قانونيه والاعوان واطارات يقولوا وانت مازلت تسترشد ما تحلش فيها تحقيق؟ هذا الكل اليوم فما وثائق تسرقت في وحده الجرجاني، فما اله اللي يحرقوا بها في الوثائق تسرقت في الجرجاني، علاش ما يتحلش فيها بحث؟ يا اخي طالبين حاجه غير قانونيه احنا كهيئه دفاع. خلينا نطلعوا نكذبوا، احنا خلينا نطلعوا نكذبوا، الناس هذه صادقه وحاكمونا من اجل ادعاء بالباطل. سامحني استاذه، التوانسه اللي يتفرجوا فينا يعرفوا انه الملف هذا تقدم لرئيس الجمهوريه باعتباره رئيس مجلس الامن القومي. اللي تحكي فيه تحكي لي على تنظيم الاخوان المسلمين اللي مصنف يعني تنظيم ارهابي في مصر. مش كان في مصر. تحكي لي على علاقات مع مخابرات، يعني هذه قضيه امن دولي. وهو كذلك شنو يعني كمواطن معناها نستنى يعني مجلس الامن القومي اذا تتعرض عليه معطيات من نوع هذا؟ هذه تتجاوز يعني النيابه العموميه.
هذه ما عادش يعني مجرد قضية ينظر فيها بالمسار القضائي العادي. شو اللي تنتظروه انتوما كهيئة الدفاع من رئيس الدولة باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي؟ احنا يعطيك الصحه سي محمد، احنا نظرا لخطوره هذا الملف والمعطيات اللي فيه المسارات كانت متعده، احنا قدمنا بشكايه للنيابه لانه المسار القضائي يبحث في الجرائم ويتبع المجرمين. مسار المجلس الامن القومي اخترناه وهزينا ملف كله يتعلق باختصاص المجلس الامن القومي، وطلبنا منه انه يكلف لجنه ظرفيه طبقا للقانون ويحقق في المعطيات، يحقق في الاختراقات اللي صار الاجهزه الامنيه باش ياخذ قرارات في اصلاحات هيكليه. عمل المجلس الامن القومي احنا ما عندناش علم، صار لقاء بعد اللقاء الاول هذاك وفي معطيات معينه، لكن ما عندناش علم على تقدم، لا معناه اعمال مجلس الامن القومي هي سريه. متصل بكم حد؟ لا، صار اتصال وحيد من بعد. صار لقاء ثاني أكهو معناها. حكيتوا أيضا على برشا مسارات من بينها تكوين هيئة أجنبية لاتخاذ إجراءات خارج تونس، هذايا الحل اللي باش تمشيوا له؟ هو إحدى المسارات أيضا، هو إحدى المسارات، لأنه احنا طبعا ديما نرجع للوثائق اللي لقيناها في الملف، أنه فما ارتباطات مع أشخاص مرتبطين عضويا بهذا الجهاز وحاملين الجنسية الفرنسية، واحنا باش نتوجهوا للقضاء الوطني في فرنسا باش نقدموا شكايه في التنظيم السري بالاشخاص الناس هذه اللي حامل الجنسيه الفرنسيه، لانه التجسس راهو توانسه يحملوا الجنسيه الفرنسيه، دوبل ناسيوناليتي موجودين، توانسه من حركه النهضه يحملوا الجنسيه الفرنسيه، وهو كذلك موجودين موجودين توا في الساحه السياسيه في فرنسا، هم موجودين في فرنسا، وفما تجسس على شخصيات بارزة في فرنسا من صحفيين وأساتذة وغيرها، يعني كلها معلومات دقيقة واللي تهم زاد نجم القضاء الفرنسي يتعهد، والمساعي هنا متقدمة برشا. ربما اسمح لي بسؤال. تفضل. يعني من بعد الثورة الناس الكل مختلف الأطياف ديما ذولا ثم الرفران القضاء مستقل، ويطلب من الناس أن تصمت بعد يعني هذا التوصيف. أنا نسألك كمحامية في هيئة الدفاع في قضية شكري والبراهمي الله يرحمه، هل القضاء مستقل في تونس؟ في قضية الشهيدين الحقيقة في المسار الأول عشنا إخلالات كبيرة، وإلى حد الآن راهو احنا مخرجنا للناس وتكلمنا نهار 2 أكتوبر، عانينا أكثر من 5 سنين من حاجات، قدمنا ما يقارب 9 شكايات. راهو كي نقول الأجهزة القضائية مخترقة معناها بيت المحجوز بالمحكمة الابتدائية تتسرق منها وثائق، بيت المحجوز يتسرق منها الأورديناتور متاع أحمد الرويسي، ملف مصطفى خضر تسرقت منه وثائق من إدارة الجورجاني وما مشتش للقضاء، وما مشتش للقضاء لفائدة من؟ علاش؟ تنظيم أنصار الشريعة هاو تشد قيادته كلها في الحبس واغلب قيادته هرب، شكون اليوم اللي متنفذ في هذه الأجهزة وقاعد يمنع من الوصول الى حقيقه؟ عامر البلعزي هذا اللي مورته في قضيه الشهيد الابراهيمي هذا بإرادته الخاصه اقر انه اخفى المسدسات اللي تتم بها اغتيال الشهيدين المحضر، ومشيت الحرس وصوروا وركبوا معه في فلوكه وصوروا كيفاش خبى المسدسات في البحر وصار فيها محضر. تقوليش المحضر اختفى؟ اختفى، اختفى هذا المحضر واختفى التصوير. في شكون تشكوا؟ شنو كيفاش نشكوا؟ احنا طالبين بحث، فتح بحث تحقيق في الحقيقه. حتى هذه ما تبحثش فيها، ما تفهمش. هذه ما تبحث ولم توجه له التهمه في قضيه الشهيد بالعيد، ليس بمتهم، اقر انه خبى المسدسات ولم توجه له التهمه في قضيه الشهيد بالعيد، واليوم في استنطاق مصطفى خضر قدام السيد قاضي التحقيق يقول والله سي عامر البلعزي هذايا شفتوا نهار 9 افريل راهو كان من الناس اللي اعتداوا على الناس نهار 9 افريل. وهذا يعزز كلامنا في هيئة الدفاع انه قائمه المنحرفين اللي تحوز بها مصطفى خضر واللي تم اتلافها كان فيها عامر البلعزي اللي هو يستعملهم مصطفى خضر من بين بقيه المنحرفين في الاعتداء على الناس. هذا ماك الفصايل اللي هبطوا يضربوا اللي هبطوا في الاتحاد في المسيره نهار 9 افريل ونهار جنازه شوقي بعيد من بينهم عامر البلعزي. اليوم احنا كي ننقدوا النيابه العموميه على خاطر اليوم قدمنا شكايه معناها جديه فيها وثائق، قلنا له خذ قرار طبق القانون يا ارفضها
وقول الشكاية هذه غير جدية ولا حيل وبحل تحقيق. هي علاش ما تحبش ترفض؟ لأنه كي ترفض احنا نقوموا على المسؤولية الخاصة ونجموا نديو الناس هذه للتحقيق. هذا المنع الإجرائي، هذه المماطلة، وشفناها حتى في توا سماعاتنا لدى العوينة احنا كي مشينا. اش معنى لقبل رفض يعني؟ ما رفضش هو كان رفض، رانا قمنا على المسؤولية الخاصة هذه من الناحية القانونية. وشو نعملوا؟ نعملوا مطلب في القيام بالحق الشخصي، يتعين قاضي تحقيق، نخلصوا يعني معنى مبلغ مالي، ويتعين قاضي تحقيق وجوبا ويبدأ في استنطاق المتهمين. معنى ياخذ شكاية ويرقدها تحب تقول؟ هذا خذي شكاية ورقدها. واضح. هذا خذي شكاية ورقدها، ولا وأكثر من هيك شو عمل؟ قسمها في اثنين، شيء ضد مجهول عند قاضي تحقيق ضد مجهول، وشيء عملوا عند الحرس متاع العوينة بحث أولي على سبيل الاسترشاد في الجنايات، وهذه سابقة راه هذا سابقة في موقف النيابة. وإحنا رغم انتقادنا لهذا الموقف مشينا للحرس منذ 5 ديسمبر، خاطر الناس يقولوا هذو ما تراجعوا ولا خافوا، إحنا لا تراجعنا ولا دخلنا في صفقات ولا ساومنا في هذا الملف ولا خفنا ولا زلنا على عهدنا في مواصلة البحث. معناه مشينا وقلنا ميساج خلينا نتبعوا الناس هذه وين تحب توصل، ومشينا. ومن نهار خمسة الحقيقة لقينا فرقة الحرس ديجا خرجت تسخير وفما نية في بحث جدي. سمعونا نهار 5 وعادوا سمعونا نهار 7، ومن بعد بدأت تتغير المواقف، وبدأ مرجاي ما عادش نحبوا نسمعوكم، لازمكم تجيبونا توكيل ما عند. شنو اللي صار في الأثناء؟ فما تدخل من النيابة العمومية أنه تحب في إطار الضغط المتواصل أنه الناس هذه ما تسمحهاش حتى تجيب لكم توكيل، راهو احنا المحامين ما نستحقوش التوكيل، راهو السيد الأمين العام تاع حزب الوطن والتيار الشعبي وأرملة الشهيد الإبراهيمي جاو وحضروا وعطاوا تواكيل شفاهية، وبعد تحرت عليهم محاضر وأمضاوا عليها وقالوا الناس هذين وكلوا باش تحكي نيب، قالوا لا نحبوا توكيل. جبنا التوكيل المكتوب وعادوا سمعوه، قالوا لا ما لا تو المحاضر متاع يوم 5 و7 باش نبطلوه، لا قالوا لهم رانا نصادقوا على جميع السماعات. يعني والتسخير من وقتها وقفت، ما عاد حتى تسخير خرج. اسمعوهم هما وتنشوف استاذه شنو اللي يتفسر. ننتظروا مع المعطيات الجديده، خاطر في كل مره تصير ندوه صحفيه او نقطه اعلاميه ويعني وتقدموا للراي العام معطيات جديده، ثم حتى شكون يقول هيئه الدفاع قاعده تقصد في المعلومات والمعطيات. راهو نقصد واحنا معناش مش مسلسل معناه باش نكملوه في ساعه نلوجوا على يا اخي، راهو دم في الحكايه. مازال بحوزتكم معطيات طبعاً اخرى؟ طبعا مازال بحوزتنا، ومازال معناها في اجراءات اخرى باش نقوموا بها، لكن هذا احنا المسار اللي نخوضوا فيه هذه مسارات متعده، وهذه حقائق تهم امن البلاد، واحنا نتوجهوا للناس يا ودي حلوا بحث باش ما عادش ننشروا المعطيات، حلوا بحث تحقيقي باش ما عادش ننشروا المعطيات. هم اللي مانعين من فتح بحث تحقيقي منذ 2 اكتوبر، واحنا نقولوا حل تحقيق ولا رفض، لا حلوا تحقيق ولا رفضوا. واضح. بخلاف تكوين الهيئه الاجنبيه، مواقفكم وخطواتكم القادمه ان شاء الله؟ احنا خطواتنا القادمه اليوم باش نكملوا سماعات في الاطار البحث الاولي، باش نتوجهوا للمجلس الاعلى للقضاء حول كل هذه الاخلالات اللي قاعده وضروره البت في الشكايات اللي قدمتها هيئه الدفاع. اليوم باش نواصلوا نشر الوثائق ايضا اذا لم يتم بحث تحقيق، بالرغم من خطورتها ومساسها بالنظام العام، اما باش ننشرها خلي الشعب التونسي واللي يعرف كيفاش تتصنع المتفجرات وكيفاش تتنصت على عباد، خلي باش يلزونا الى احنا ما حبيناش معناها. شكرا لك استاذه ايمان جزار عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الابراهيمي، شكرا لك على حضورك معنا على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم في رونديفو 9 بعد الفاصل.